السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش أخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. مؤثرة مغربية مشات عند هشام وخديجة للمستشفى باش تشوفهم، من بعد ما تلقات بزاف ديال الرسائل من عند المتابعين ديالها اللي قالوا لها بغينا نشوفوا هشام، طمنينا عليه كيف بقى من بعد العملية اللي دار ديال المصران الزايدة. فغادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي تيقولوا لي اعطينا نشوفوا هشام اعطينا نشوفوا هشام، عرفتكم كلكم قلوبكم على هشام. يا ربي تشافيه، يا ربي تعافيه، يا ربي تشوف من حاله. راه دار العملية ديال المصران الزايدة وراه لاباس الحمد لله، وراه خديجة كدعم معاه ليل ونهار وكتبات معاه بعض المرات مسكينة، والله يقويها والله يعطيها القوة ويعطيها ان شاء الله الرزق والتيسير. يا ربي امين. تدي ليه مسكين الخاطر وهي عرفتي الصبر، الصبر الله يعطيها الصبر، الله يعطيها الصبر ان شاء الله. ومسكينة عرفتي قلبها واسع مع هشام. ايوا هذا هو هشام، ها هو مزيان الحمد لله. وغادي ان شاء الله ملي غادي يبرى لينا غادي يمشي ان شاء الله للعمره باذن الله ان شاء الله، وحنا بغينا يكون بخير وعلى خير. والناس راه عرفناهم مساكن كل شيء، وحق الله العظيم الناس منين ومنين كيسولوا عليه، وعارفين الناس باغين يعرفوا فين كاين، وعارفين الناس باغين يمشوا عدو. ولكن راه للاسف ما تقدرش تقول لكم، الا بغات تقول لكم هي تقول لكم، ولكن انا سمحوا لي بزاف 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 ما نقدرش نقول، لان هي اللي خصها تخرج بالقرار وهي اللي خصها تقول، لان هما مانعين على، قالوا لها ما تقوليش فين كاين وداك الشيء. ايوا انا عاجة صدفة من حيث ضروري شي واحد خاص يكون معاها وفي جنبها وداك الشيء، ما انا حتى انا نكون ما سيقاش الاخبار كاع على هذا الشيء كامل. ايوا الحمد لله، الله يجعل في قضائه اللطف، الله يشافيه والله يعافيه والله يشوف من حاله. وتنستسمح انا من حيث انا ماشي بيدي حتى شي حاجه، كل شيء بيدهم همايا. فالله يجعل لها في ميزان حسناتها. مشات عندها تما وساندتها، وكيف ما كتعرفوا بلي خديجه كاينه تما بوحدها في فرنسا، ما كاينه مع العائله لا حتى شي واحد. مشات باش تقابل راجلها، وكيف ما شوف الفيديو السابق قالت بلي انا كنبات معاه حيت في الليل كيتزاد عليه الحال، وما سخاش عليا نمشي نخليه ونعس ونخليه هو كيتعذب بوحده، وكنبقى معاه حتى الصباح، وفي الصباح كنمشي نبدل حوايجي ونجي. فالله يكون معاها والله يدير لهم ثواب ديال الخير. ودعواتكم اخوتي مع هشام بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. انا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.